حالة من النشاط بتشهدها محافظة الفيوم اللي بتستضيف خلال أيام عدد المهرجانات المختلفة، ومنها مهرجان سياحة مشاهدة الطيور الأول، واللي بيعتبر خطوة نحو نشر أفكار السياحة البيئية، خاصة وأن مصر بيعتبر من أهم مسارات الطيور المهاجرة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المهرجان من الأستاذ محمد كارم، المنسق العام لسياحة مشاهدة الطيور. صباح الخير على حضرتك يا فندم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير للسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. لو تكلمنا اكتر عن المهرجان وفكرته، موعد انطلاقه، يعني لو تطلعنا على بعض التفاصيل يا فندم. طبعا خلال الفتره اللي فاتت اهتمام القيادات السياسيه بالناتج القومي من السياحه ادى طبعا للتفكير خارج الصندوق، وعمل نمط وشكل جديد من اشكال السياحه، وهي سياحه مشاهده الطيور. وطبعا إضافة سياحة مشاهدة الطيور للأجندة السياحية بيشكل بشكل كبير جدا إن اهتمام عدد كبير من السائحين بهذا النوع من السياحة، ما اللي بيخليه بيضيف تنوع للمنتج السياحي. وطبعا أهم عناصر الترويج السياحي اللي بتاعها هي تنشيط السياحة. إيه الفعاليات اللي هتكون موجودة في المهرجان يا فندم؟ طبعا الفعاليات كثيره جدا، طبعا ورش عمل ومحاضرات بيقوم بيها خبراء في الحياه البريه والطيور وسلوكها وحمايه البيئه، ورحلات مشاهده للطيور تحت اشراف مرشدين سياحيين متخصصين من الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين. وطبعا في معرض للصور هيقام على هامش المؤتمر، وأعمال فنية مستوحاة من الحياة الطيور والحياة البرية لتعزيز الوعي بأهمية حماية الطيور. وطبعا في مسابقة للتصوير الفوتوغرافي لأهم الطيور اللي موجودة في المحميات الطبيعية، والصور دي للمتخصصين وللهواة. طيب أهم النقاط اللي اعتمدها المهرجان لمشاهدة الطيور يا فندم، والاستعدادات أيضا ليها؟ طبعا اهم النقاط ان طبعا تم اختيار محافظه الفيوم انها بتتمتع ببيئه مناسبه، واللي يمكن المحافظه الوحيده النادره في محافظات مصر اللي فيها بيئه صحراويه وبحيرات مالحه وبحيرات عذبه وارض زراعيه ومستنقعات، فكل التنوع البيئي الخاص بمشاهدة الطيور أو الخاص باكتساب أكبر عدد من الطيور موجود فيها. طيب. وطبعا قربها من القاهرة بيساعد بشكل كبير جدا على تدفق الهواة والمهتمين بسياحة مشاهدة الطيور، فبيبقى من المحافظات القريبة من القاهرة. وطبعا التواصل مع المجتمع المحلي للحفاظ على البيئة وأهميتها والتنوع البيئي اللي موجود. عظيم جدا. ايه انواع الطيور اللي هتكون موجوده يا فندم خلال الفتره دي وده موسم هجرتها؟ هو طبعا موسم الهجره بيبدا من اول شهر 10، وان شاء الله الايفنت هيكون يوم 13/10 باذن الله. وطبعا في اكثر من 175 نوع من الطيور المهاجره. عظيم. بتيجي المكان في الفيوم اسمه جزيرة القرن الذهبي، ده موجود في بحيرة قروة، وده من أهم المعالم البيئية في المحافظة، وبيجي لها في حدود 80,000 من الطيور في المكان دوت، وأهمها طبعا طيور النورس والسمان وطير اسمه فرخ الماء وصياد السمك وأبو منجل وكروان البحر والحمامة الزرقاء والفلامينجو من أشهر الطيور اللي موجودة، وطبعا البط وعصفور الجنة وطائرة أبو معلقة. بما أننا بنتتبع بقى هجرة هذه الطيور، هل ممكن نشوفهم مثلا في محافظة تانية خلال الفترة اللي جاية بعد الفيوم؟ طبعا بعد إن شاء الله الإيفنت بتاع الفيوم هيكون في إيفنت في الشرقية بإذن الله، وبعد كده في بورسعيد، وبعد كده إن شاء الله في أسوان. ان شاء الله كل الشكر طبعا محافظه جنوب سيناء، طبعا يعني من المحافظات اللي الطيور بتبقى موجوده فيها في موسم الهجره. شكرا جزيلا استاذ محمد كارم، المنسق العام لمهرجان مشاهده الطيور، شكرا جزيلا ليك.